أكد معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الذي عقد مؤخرا في السعودية إضافة هامة إلى مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مؤسسي. وأضاف الزياني في اتصال هاتفي أن هدف الهيئة هو تسهيل الصعوبات وتذليل العقبات التي تعترض طريق التنمية الاقتصادية الخليجية المشتركة. حقيقة أنا فخور جدا باللي لمسته في الهيئة. هناك أريحية كاملة وهناك حرص من أصحاب السمو والمعالي بمعالجة كافة الأمور والانتقال حقيقة بالاقتصاد الخليجي إلى رحاب أوسع. وأعتقد هذه أكدت كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس الاجتماع، لأن القدرة على أن احنا نكون قوة اقتصادية وتكتل اقتصادي سادس قوة اقتصادية في العالم. فتمت مراجعة والتوجيه في تطوير التشريعات وتحويل عدد كبير من التشريعات الاسترشادية إلى تشريعات ملزمة موحدة، وراح يتم مراجعة وتطوير آلية عمل اللجان. هناك أكثر من 27 لجنة وزارية تعمل في المجال الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس، راح يتم تطوير عملها وفرق العمل المنبثقة منها، وكذلك تقييم وتطوير المنظومة المؤسسية والتشغيلية للعمل الخليجي المشترك. وايضا ما ننسى المشاريع الرئيسيه اللي راح يتم ايضا تقييم حالتها وكيف ممكن ان احنا نطورها ونخرج ببرامج اقتصاديه وتنمويه كبيره. حقيقه يعني الطموح كبير والطموح ممكن تحقيقه. انا حقيقه اهني المواطنين دول المجلس على ما تم تحقيقه وعلى هذه الرؤيه النبيلة السامية العظيمة حقيقة من هيئة الشؤون الاقتصادية التنموية وبالقيادة الكريمة لأصحاب الجلالة والسمو والقائمة.